هذه الزيارة الأولى بعد توليك المنصب، يعني مجموعة من اللقاءات مع أبرز أعضاء الكونغرس من الحزبين، السيناتورز والنواب، أهم القضايا والملفات التي تم تناولها في هذه اللقاءات سيد الوزير؟ بالتأكيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بالولايات المتحدة، كيفية مزيد من تطوير وتفعيل هذه العلاقات. كان في الشق الأكبر في النقاش ركز على العلاقات الاقتصادية، دفع وضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المناخ المواتي للاستثمار الحالي في مصر، وأيضا الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في البلاد. هناك بالتأكيد العلاقات الأمنية والعلاقات العسكرية. الجزء الأكبر من النقاش تركز حول القضايا الإقليمية والدور المحوري لمصر وللسيد رئيس الجمهورية في تحقيق الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة. كان في إجماع من جانب أعضاء مجلسي الكونغرس بالإشادة بدور القيادة اللي بيطلع به السيد رئيس الجمهورية في دفع المفاوضات في أزمة غزة، وصولا إلى محاولة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة. كان في أيضا نقاش مطول حول الأزمة الحالية في السودان، خاصة وأن مصر هي أكثر الأطراف الإقليمية تضررا من هذه الأزمة. كان في حوار مطول حول الأزمة الليبية، ولكن أيضا الوضع في منطقة القرن الإفريقي، شددنا على أهمية احترام والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية ورفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال. كان في حوار ونقاش مطول حول قضية المياه باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وأهمية قضية المياه لنا، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصة مصر المائية. كان حوار مطول، تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح، خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وكان الحوار في مجمله إيجابي، وكان في تأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين.